طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. منذ عام 2003 ولغاية الآن بقي الملف الأمني الشغل الشاغل للمواطن العراقي. لماذا تستمر الخروقات الأمنية في العراق مرة بهجمات إرهابية من قبل داعش أو الميليشيات، ومرة على شكل نزاعات عشائرية؟ أما حان الوقت للطبقة السياسية الحاكمة في العراق أن تدرك أن الملف الأمني لا يحل بقتل وتهجير المدنيين، وأن عليها أن تعرف أسباب استمرار التدهور الأمني وأن تعالجه بشكل صحيح. أم أن الحكومات المتعاقبة تتمسك بهذا الاتجاه؟ أم أنها غير قادرة على إمساك الملف الأمني بيدها؟ ألم تصدع رؤوسنا الحكومات المتعاقبة بحصر السلاح بيد الدولة منذ عام 2003 كأنه نداء من جمعية أو منظمة أو نشطاء لا واجب حكومة؟ ألا يباع السلاح على مرأى ومسمع الحكومة وقواتها الأمنية وفي قلب العاصمة بغداد أيضا؟ فلماذا لا تعالج الحكومة هذه الفوضى؟ هل التصعيد حول منطقة ما الهدف يراد منه دعاية انتخابية من قبل بعض السياسيين؟ ألم يدركوا بعد أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي لن تنطلي عليهم هكذا دعايات طائفية؟ أم أن تنظيم داعش هو من يصعد عملياته في هذه المناطق؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم، وعنوان الحلقة الملف الأمني واستمرار فوضى السلاح في العراق، حيث أعاد الهجوم الذي تعرض له أمس الجمعة عناصر من الحشد الشعبي في بلدة الطارمية شمال بغداد، والذي أوقع قتلى وجرحى حملة التحريض التي تتبناها ميليشيات مسلحة وجهات سياسية، والتي وصل بعضها إلى الدعوة لإخلاء المدينة وتهجير أهلها أو تسليمها لميليشيات الحشدة. وارتفعت حصيلة التفجير الذي نفذ بعبوة ناسفة مستهدفا قوة للحشد إلى 4 قتلى، بينهم عضو بارز في ميليشيا النجباء التابعة لإيران، فضلا عن 8 جرحى آخرين. وعقب الهجوم بساعات نفذت ميليشيا النجباء المنضوية ضمن الحشد عملية قصف عشوائي على منطقتي المشاهدة والبساتين في البلدة، استعدادا لاقتحامها. ووفقا لمسؤول عسكري في البلدة فإن الوضع متوتر جدا، خاصة بعد وصول تعزيزات من قبل بعض الميليشيات التي تريد اقتحام البلدة. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. أعاد الهجوم الذي تعرض له عناصر من الحشد قرب قضاء الطارمية شمالي بغداد، والذي أوقع قتلى وجرحى من بينهم عضو بارز في ميليشيا النجباء، حملة التحريض التي تتبناها ميليشيات مسلحة وجهات سياسية موالية لإيران ضد سكان الطارمية، والتي وصل بعضها إلى حد الدعوة لإخلاء المدينة وتهجير سكانها أو تسليم ملف المدينة الأمني لفصائل من ميليشيا الحشد. وعقب الهجوم بساعات نفذت ميليشيا النجباء قصفا عشوائيا على منطقتي المشاهدة والبساتين في الطارمية، استعدادا لاقتحام المدينة، لا سيما بعد وصول تعزيزات من قبل بعض فصائل الميليشيات التي تريد اقتحام الطارمية ثأرا لمقتل أفراد من عناصرها، ثأر سيدفع السكان المدنيون ثمنه كما جرت العادة، دون إلقاء القبض على المتورطين الحقيقيين في الهجوم، والذي يفترض أن يكون من مهام القوات الأمنية الرسمية دون غيرها. حالة من الرعب تسيطر على أهالي الطارمية من جراء القصف العشوائي الذي طال عددا من منازلهم، حيث تؤكد مصادر أمنية أن الميليشيات تسعى للانتقام بمعزل عن القوات الأمنية التي تنتشر هي الأخرى في المدينة. وفي محاولة لتدارك مأساة أخرى بحق سكان الطارمية،
يجري وجهاء المنطقة اتصالات مع قادة أمنيين ليبلغوهم عن مخاوف السكان من عمليات انتقامية ستعقب موجة التحريض ضدهم، مطالبين بتدخل مباشر من قبل الكاظمي لمنع الفصائل من اجتياح المدينة بحجة وجود عناصر من تنظيم داعش في نسخة مكررة لسيناريو اقتحام جرف الصخر والتنكيل بسكانها وتهجيرهم لتتحول فيما بعد لثكنة عسكرية للميليشيات منذ سنوات. الإرهاب والخلايا النائمة وتأمين الزيارات الدينية وغيرها ذرائع تتخذها الميليشيات سلاحاً لضرب الطارمية وسكانها منذ سنوات، وما حادثة مقتل المزارع مصطفى حسين إسماعيل خارج إطار القانون إلا واحدة من سلسلة انتهاكات لا تحصى ضد سكان الطارمية المحاصرين بذريعة وجود الإرهاب. نعم، طبعا تحدث مسؤول عسكري لصحيفة العربي والجديد وقال بأن حالة من الرعب تسيطر على الأهالي إذ طاول القصف العشوائي عددا من المنازل الريفية وسط توقعات باجتياح البلدة من قبل بعض الفصائل، وأكد بأن الفصائل تسعى لتنفيذ عمليات انتقامية بمعزل عن القوات الأمنية، مبينا بأن القوات الأمنية انتشرت في البلدة في محاولة منها لمنع انفراد الفصائل بأي عملية تفتيش أو اعتقالات قد تقدم عليها. في السياق أشار المسؤول إلى أن قيادات أمنية رفيعة ستصل إلى البلدة وستعقد اجتماعا عسكريا فيها، وبين بأن الأهالي ووجهاء المنطقة أجروا اتصالات مع القادة الأمنيين في البلدة وأبلغوهم مخاوف الأهالي من عمليات انتقامية ستعقب موجة التحريض ضد البلدة، وطالبوا بتدخل مباشر من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمنع الفصائل من تنفيذ أجندتها واجتياح المدينة. ومنذ ليل أمس استمرت جهات سياسية وقيادات بالميليشيات حملة تحريض على الطارمية والدعوة لاستنساخ تجربة بلدة جرف الصخر فيها، أي اجتياحها من قبل الميليشيات وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. اعتبرت كتلة النهج الوطني المنضوية ضمن تحالف الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي اعتبرت البلدة معقل الإرهاب ودعت إلى تنفيذ عملية عسكرية كبرى فيها. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان بأن قواتنا تتعرض في الطارمية لهجمات إرهابية متكررة تودي إلى سقوط ضحايا، محملا الحكومة مسؤولية ذلك بسبب التردد في اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بتنفيذ عمليات واسعة تنهي وجود الجماعات الإرهابية وتطهر المنطقة من شرورها. طبعا حمل الطارمية مسؤولية جميع الخروقات التي استهدفت العاصمة بغداد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وأكد بأن تلك العمليات الإرهابية انطلقت من الطارمية التي شكلت معبرا لنقل الانتحاريين المجرمين كما قال، وشدد على أنه مع كل هذه التهديدات الجدية المتكررة من منطقة تمثل منفذا إرهابيا متاخما للعاصمة بغداد تستنزف القوات الأمنية المرابطة، يجب إطلاق عملية أو تستنزف القوات الأمنية، وقال يجب إطلاق عملية عسكرية كبرى يشارك فيها الحشد والشرطة الاتحادية تقتلع معقل الإرهاب وتطهر المنطقة وتنتهي بفرض سيطرة كاملة ومسك للأرض على جميع مساحاتها. وهذا طبعا يطرح الكثير من التساؤلات، يعني 18 سنة إذا أنت تعرف أنه هذا الإرهابي اللي جاي يفجر بالأسواق في العاصمة بغداد جاي من هذه المنطقة، وين لعد مئات الآلاف من القوات الأمنية من الاستخبارات من الداخلية من الدفاع، وين الجهد الاستخباراتي؟ يعني ليش ينتظرون تصير عبوة ناسفة الطق حتى يسوون عملية؟ وبعض الدعوات تخرج وتحمل الحكومة أنها ما عندها قرارات شجاعة، ما تتخذ قرارات شجاعة، والبعض يقول يجب تهجير أهلها. يعني أنا ما شايف يعني بالعالم كله في الدول إن كانت المتقدمة ولا الدول النامية أنه لازم يهجرون كذا ألف شخص حتى يحلون معضلة أمنية. زين هاي جرف الصخر مو على أساس أنه أنتوا صار لكم سنوات من استرجعتوها، ليش ما ترجعون الناس بها؟ 100,000 مواطن ليش ما رجعتوهم؟ مو على أساس أنتوا نظفتوا المنطقة من الإرهاب؟ هل يعقل من الناحية الأمنية أنه حل مشكلة أمنية بتهجير الناس؟
يعني هذا الخطاب، الخطاب الطائفي، الخطاب بعد العام 2003، استخدام القوة والسلاح والتخوين، هذا ما أثبت جدارته. يعني يجب أن يكون هناك تعاون وتفاهم، ويكون هناك ثقة بين المواطن وبين القوات الأمنية، حتى إذا أكو أحد موجود يساعدهم المواطن بإلقاء القبض على هذا وذاك. ثانيا، هو يعني تشير التقارير بأن هناك منطقة يعني بعيدة عن الأهالي ينطلق منها المسلحون، ينطلق منها الإرهابيون، ينطلق منها داعش، سميها ما شئت. معقولة هذا الطيران والمسيرات وقوات التحالف والعمليات المشتركة ما رصدت هاي المنطقة؟ أكيد رصدتها، فليش تذبوها برأس المدنيين؟ مسألة أمنية أحلها بطريقة أمنية سلسة بعيد عن الخطاب الطائفي. وإحنا طبعاً كثير من الناس على منصات التواصل الاجتماعي يقول لك ليش هذا الخطاب دا يتجدد مع يعني قبل كل انتخابات، يعني منهم من يقول أنه الأمر متقصد. فهذا الخطاب ما نفع 18 سنة. يجب أن تدرك الطبقة السياسية الحاكمة في العراق، يتساءل الكثيرون ألا تدرك بأن هذا الخطاب لم ينفع بشيء، ويجب معالجة مهنية استخباراتية حتى تتلافى وقوع التفجير أو الجرم أو انطلاق المسلحين من هنا أو من هناك. معنا اتصال عبد الرحمن من القرمة. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن، يعني الملف الأمني معروف بالعراق ملف شائك، وكذلك يعني فوضى انتشار السلاح. حي قناة الرافدين وحي الكادر حي كادرها. حياك الله، تفضل. يا ريت تسمعني مباشرة من التلفون وتنصت التلفزيون للأخير، اترك التلفزيون. والله يا أستاذي، احنا في قضاء القرمة مطوعين من قبل أشكال الميليشيات وأشكال القوات الأمنية وأشكال يعني، واليوم القوات الأمنية في قضاء القرمة لن تسيطر على أي الأمور. حديدة شوية حديدة عن الشيطان ومسيطر على الأمور، الميليشيات اللي هي بدر والعصائب وجماعة علي أكبر والإمام علي وإذا لا سمح الله ضربة ضربة واحدة اعتقالات تجعل المناطق، والجيش ما يقدر يحرك ساكنة ولا الداخلية يقدر يحرك ساكنة. نعم. الاعتقالات كلها البدر والعصائب والجماعة الإمام علي أكبر. فأنت اليوم تسولف عن طارمية وما طارمية، إحنا ما عندنا حكومة، إحنا عندنا ميليشيات هي تحكم وهي تهجر وهي ترجع وهي، إحنا ما عندنا حكومة. يعني هذا الوضع أنه يجي واحد من باب يقول لك أنا تابع للقائد العام للقوات المسلحة، بعدين يجي يحمل الحكومة يقول لك الحكومة هي المسؤولة، وكأنه هو يعني مو عراقي خارج الحدود وده يتكلم، أو محلل سياسي وليس داخل هذه الحكومة. زين، هذا الحل الأمني والخطاب الطائفي ضد هذه المنطقة أو تلك، شنفع العراق خلال 18 سنة؟ الجهد الاستخباراتي وين؟ القوات الأمنية وين؟ يعني المفروض أنه اليوم 18 سنة القوات في العراق هي متمكنة جدا من تلافي وقوع أي جرم أو تفجير أو عملية إرهابية، خبرة متراكمة. أستاذ العزيز، احنا قبل 3 شهور صارت اعتقالات في قضاء القرمة، وتدخل محمد راكان اللي هو رئيس البرلمان و صالح العيساوي، وتدخل دقة اعضاء يحيى المحندي في محافظة الأنبار عضو بالبرلمان، وكان وحتى تدخل الكاظمي ولم يطلق سراح اي احد من هذه المعتقلين اللي اعتقلتهم جماعة علي أكبر. ليش تم اعتقالهم؟ تم اعتقالهم قالوا أكو إرهابية وما إرهابية، وكان ياخذ مبلغ من الماء 5 شدات على يطلق سراح. هاي شو وقت الفترة تقريبا؟ قبل شقد؟ 2021 شهر الثالث يوم 13 شهر. ها يعني هاي قبل شهرين. نعم. قبل شهرين. كم واحد تم اعتقاله؟
والله اعتقد من منطقه الجميلات ومنطقه البريسه ومنطقه الجرابين ومنطقه البعبيس كانت الاعتقالات عامه كل المناطق يعني كل العشائر في قضاء الجرمه يعني بس الاكثر في اعتقالات البعيسه والجميلات والبعبيس والجرابين. وبعدين هدوهم مقابل فلوس؟ اي إيه مقابل خمس شدات يا رفر الصراحه. يقول إيه احنا ما عندنا حكومه، احنا حكومتنا ما عندنا احنا حكومه، عندنا حكومه كلية بالمال واطلع. الله المعين. عبد الرحمن من القرمه كان معنا. ابو الحسن من بغداد. ابو الحسن، يعني الشغل الشاغل للمواطن الملف الامني في العراق وفوضى السلاح وارتفاع الخطاب الطائفي من قبل نواب، من قبل سياسيين، من قبل زعامات في الميليشيات، هل هذا بدوره يعني حل للملف الامني الشائك في العراق برايك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وسهلا. احييك واحيي قناتكم البطله والعاملين بها. الله يسلمك. بالنسبه للاجراءات اللي تقوم بها الميليشيات او الحكومه، هذا مو اجراء امني ولا يمس بامن المواطن او امن الدوله، لانه الان الميليشيات هي تقود الجانب الامني، وهذه الميليشيات طائفية ومرتبطة ولا هي مرتبطة بالنظام الإيراني، والنظام الإيراني معروف أولا دمار العراق منذ 2003 ولحد الآن، والميليشيات دخلها النظام السياسي من المالكي ولحد الآن. أما الكاظمي ما عنده أي حل بالنسبة للجانب الأمني طالما الميليشيات هي تقود الجانب الأمني في المناطق وايضا في كل العراق، هي اصبحت الان متمكنه واكثر سيطره من القوات الامنيه بدر ولا العصائب ولا حزب الله، الان هم يعتقلون وهم يعذبون وهم يهجمون، والدوله بس مجرد انه هيكل دوله ولكن لا تحل اي جانب امني ولا تعتقل القتله. فما ممكن انه يصير جانب امني اذا ما يفرض القانون عن كل المسلحين وسحب السلاح من الميليشيات والحشد الشعبي، وايضا يكون السلاح حصرا في يد الدوله. وهذا ايضا المناطق المحاذيه لبغداد او محيط بغداد هي مستهدفه منذ الاحتلال من الجانب الايراني والميليشيات. نعم. اولا يريدون يخلون ابناء المناطق الغربيه وحزام بغداد من الطائفه الاخرى لكي يستنى لهم السيطره على بغداد بالداخل والخارج، وبالتالي هذا راح يحدث عمل اجرامي، لانه اغلب المواطنين الساكنين في حزام بغداد هو من الجانب او الطائفه الاخرى، فهذه عملية أيضا يعيدون الطائفية السياسيين حتى ذاك الوقت يخلون المناطق الأخرى تور، وبالتالي يقولون لهم إرهابيين، هم بدون هاي نسميهم إرهابيين. نعم. وبالتالي أيضا اشنفع هذا الخطاب، اشنفع هذا الخطاب والتخوين لمناطق بأكملها، شنو العائد صار؟ شنو اللي تحقق على الأرض؟ انه انت كل فتره تخون منطقه ويطلع لك نواب في البرلمان يقول لك لازم يتم تهجير هذه البلده، يعني شنو انت تخليها صحراء حتى والله تصفر؟ ما هم موجودين هناك، تعدك طيارات وعندك امكانيات، روح القي القبض عليهم. وذاك الاسبوع فاتوا على واحد، وكل الناس اللي حشوا على منصات التواصل الاجتماعي قالوا هم قالوا انه هذا الرجال ما عنده شيء، ولو افترضنا جدلا بانه عنده شيء، انت جيت فدت عيه للبيت واعتقلته ما صارت مواجهه، انت غير تاخذه. السؤال، انت غير تاخذه وتحقق وياه اذا هو متهم حتى يكشف لك شبكه من وراء، لو تذبح بمكانه. نعم اخي، بالنسبه للدوله ما لها كل سيطره على هذولا، واحنا نعرف الميليشيات والحشد الشعبي بالجانب الطائفي يقتل الابناء الطائفه الاخرى، لانه اولا حد من الطائفيه الثوره اللي ثوره تشرين العظيمه اللي ثار الشعب العراقي على ضوئها
نتيجة الظلم القائم ونتيجة السياسة الرعنة بالنسبة للدولة، وأيضا عدم سيطرتها على السلاح المنفلت. هم يقولون سلاح منفلت، هم لهم علم به، مو سلاح منفلت، وإنما الأحزاب المسيطرة على القرار السياسي هم انطوا المجال، الدولة انطت المجال للأحزاب المسيطرة على القرار السياسي، منها بدر والميليشيات العطار. يعني أنت تشوف كثرة الزعامات اللي تمسك الملف الأمني جعلت من الملف الأمني يبقى متدهورا، يبقى هشا طوال هذه السنوات. أي يبقى الجانب الأمني هش، وبالتالي عدم السيطرة به، طالما الأحزاب والميليشيات هي مسيطرة والتدخل من جانب الميليشيات وقادتها. البرلمان أيضا باعتباره جانب التشريعي كل دور مائلة. أنا أشوف حل البرلمان أفضل من بقاء، لأن أولا رواتبهم والجانب الاقتصادي أربكوا في العراق نتيجة الرواتب، ما لهم دور. يعني رغم أنه هسه خلي يأخذون قرار بحل الميليشيات، ما يقدرون نهائيا، لأنه القوى السياسية والميليشيات وقادة الميليشيات هم مسيطرين حتى داخل البرلمان على القرار السياسي أو القرار التشريعي. فكيف الدولة أنه تقدر تسيطر على دولة طالما هناك ميليشيات؟ ما ممكن أنه يستقر الأمن ولا الاستقرار للمواطن من الجانب الأمني. وبالتالي هم أخي العزيز بالنسبة للداعش والقاعدة وغيرها، هم يدخلوا حتى يثيرون صراعات طائفية داخل هذه المناطق. ليش هم مو عندهم جهد استخباراتي، جهد مخابراتي، جهد أمني؟ ليش ما يقدرون يعرفون منه مصادر هاي القوى المعادية للعراق؟ هم جايين يدمرون العراق. يعني المهم أنه تدمير العراق، لأنه العراق خاض معركة من سنوات مع إيران. إحنا ليش ما نتذكر هذا؟ نعم أبو الحسن، أنا أشكرك وأعتذر منك على المقاطعة، لأن أكو اتصالات معنا. اتصال أم محمد من الأنبار، تفضلي أم محمد. يا ريت تنصين التلفزيون للأخير، الله يخليك، وأحكي وياه مباشرة من التلفون من الموبايل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييكم وحيي قناتكم. أهلا وسهلا بك. أخوي أغير بناسب منا قناتكم عبر قناتكم. أناشد رئيس الوزراء. أناشد رئيس البحث. نعم. أي والله وصلون صوتنا. أنا أخوي انفقد سنة 2017. استحقق وكذب. شغل هي تشغال أعمال حرة طريق من سيطرة الخالص، لأن انفقد راح أخذ من أرفعلي، وهاي صار 4 سنين دقة حاسبات محاولين أحنا فلوس منت ورق وماكو أي خبر علي. يعني طلع للشغل وين راح؟ بيا منطقة؟ احنا بنفلوش، هو يشتغل بكارفور، يشتغل بحقل أعمال حرة. هي لا من جي بطريق فقط بينا خلص بينا اجتع. نعم. لأنه هو ناوي الجيش ويحوق الجيشيات ناوي للغازين، فما تقول عمال حرة يشتغل. نعم. اي والله ورد الناس يدعخر غناس طمنتهم بالفقر. هاي الريد من عنده خبر ميت، الريد هم من عنده خبر. نظل ببالي السوالس مريضة والله. أعانكم الله، الله يفرج عن جميع الأبرياء. اللهم آمين آمين. نعم محمد، شكرا. أم محمد من الأنبار كانت معنا. معنا أبو ياسين من الديالة. أبو ياسين، يعني الحكومات المتعاقبة فشلت في إمساك الملف الأمني، لو هو أصلا منذ تأسيس النظام العام 2003 ولغاية الآن، إذا نتكلم على الجانب الأمني فهو من العام 2003 المسيطر على الجانب الأمني كقيادات أمنية يتبعون ل يعني الميليشيات التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي. حياك الله أخي عمر، حياك الله المحترمين. يا أهلا بك أخي عمر. أكو مقطع بالرافدية زمن نور المالكي يلتقي الضابط مقاول الداخلية يقول له مداهمات عشوائية، فمفهومة هي وين المداهمات العشوائية؟ هو المالك من أسس الميليشيات
هو من وزع السلاح المفلت بيد الميليشيات وتعاقبتها الوراء ست الأخرى كل برنامجهم متأثم وحدة. هذا الملف الأمني بيد إيران أخي عمر. طبعا البكي تهجر فصار العفو ذراع دجلة أكلوا ما أكلوا من ظلم وظلم. والله حتى القوات الأمنية سميها أمنية قلزم أمنية الدائم اللي قلت عشوائيا احترام للمجتمعات حتى المرأة العالية بالحمام طلعونها ربع ما قلقها. هذا إجرام الحكومة الإيرانية. بعدين الطالمية مو يوم جديدة. نعم. قبل الثمان شهور استولت الكاظمي يروح يوضع يهدي الوضع بالطالمية أساس يضمن أنه الطالمية هم عراقيين. نعم. ومن محترم كلام الكاظمي. بعدين من صار تسجيل مجلس الثورة برلمانيين وميليشيات كلها تشجع البعيثة والطالمية. يستأصلون الطالمية والبعيثة عالم حالته في الثقافة. مثل ما قبلها قالوا على لينا وقالوا على الفلوجة. أخي هاي ميليشيات الحاكمة ميليشيات. يعني هذا الخطاب من قبل بعض النواب وزعامات الميليشيات، الخطاب الطائفي وتخوين مناطق بأكملها والاعتماد فقط على سياسة العصا في العراق، يعني هذا شو وصلنا خلال 18 سنة؟ يعني مو المفترض أنه اليوم بعد هذه التجارب والسنوات أنه يكون الخطاب على قدر من المسؤولية، أن يسن قانون يعاقب كل من يصعد الخطاب الطائفي، وأن تأخذ القوات الأمنية شغلها بشكل مهني بشكل احترافي بعيدا عن التجاذبات وبعيدا عن الخطاب السياسي والخطاب الطائفي، غير هذا اللي المفروض يصير بأي دولة بالعالم. أخ عمر هذا السؤال المفروض نوجه الممثلين السنة، يقول شو يسوي الباقيين باقي الحكومة هاجي يشوفون محاضرتهم ذا الشكل. أخي عمر أكو مقطع على الرافدين لهذا العامل أحداث سقوط الموصل واتباعه يطلع يرمي المدفعية وينادي ألبو عديد يقول لهم أليس الصبح بقريب. هذا الزعيم بالميليشيات وأنا أرسل وزير الدفاع حاله المودد فأنت مودد سيء مثله يهجر أهل صلاح الدين على ضوء على رغبة الميليشيات. أخي عمر هم ذولهم أصبحوا ما يتنصب إذا مقبولية إيرانية ما يتنصب إذا نكون ولائي فيه للميليشيات إذا كان وزير وإذا كان برلماني وإذا كان حتى وإنت ومحافظ. أخي هذا الوضع الطائفي مو جديد من 2004 السلمونة. طبعا بعد سقوط 9/4/2003 إحنا مو ببغداد تخلص عن الرايات السوداء من إيران من جهة جرباطية ومن جهة الجالة دول الولائيين اللي كانوا بإيران الباقي الحكيم وأصبحها فهذول هم ذول اللي جو دمروا وسلمها مقتدى الصدر ودرت. فأخي ذول كلهم نفايات مقتدى الخزعلي وهذه كلها الميليشيات الولائيات لازم يصطفون لأهل السنة احترام المذهب الشيعي. لكن ما أقصد الشيعة أقصد هم ذول السياسيين تبعية إيران دول لازم عندهم مشروع يصفون من أهل السنة وكلهم يطلبون ثارات قديمة. ما علاقتنا إحنا بهذا الموضوع؟ نعم. ما شل علاقتنا إحنا بالنظام السابق؟ ما شل علاقتنا إحنا بأيام الطاق؟ هذا موضوع إيراني بحث يا عمر. هم دول هسا من جاي قطول بأهل السنة ما تقولون شنو إحنا معناته إحنا شو علاقتنا عم أنا بيت الرسول الكرام. نعم أبو ياسين لكن هم العادم اللي قطوهم وهذا موضوعكم الطابق. أبو ياسين من ديالة كان معنا طبعا المتحدث باسم ميليشيا العصاب النائب نعيم العبودي قال بأن البلدة خاسرة رخوة وخطيرة للعاصمة بغداد، وأضاف في تغريدة له بأنه نزف مستمر في الطارمية خروقات واعتداءات دائمة على القوات الأمنية في المنطقة ما يدل على أنها باتت خاسرة رخوة وخطيرة تحتاج إلى عمل أمني وعسكري بالتنسيق مع حشد المنطقة للقضاء على الإرهابيين وكشف المتعاونين معهم. وطبعا تعيش بلدة الطارمية منذ عدة سنوات تضييقا أمنيا بسبب اتهامات توجه إليها من قبل أطراف سياسية وميليشيات تعد المنطقة معقلا للإرهاب، وبينما تعيش البلدة أجواء عسكرية مستمرة من قطوعات للشوارع وانتشار أمني مستمر وحواجز إسمنتية سجلت خلال الفترة السابقة انتهاكات كثيرة من عمليات دهم من دون أوامر قضائية واعتقالات عشوائية لأبنائها من قبل الميليشيات. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق إذا نحكي بالتحديد عن منطقة الطارمية فالتواجد الأمني موجود بها، ولكن
تحصل هذه العمليات وهذه التفجيرات. لماذا هذا الخطاب الطائفي من البعض والتصعيد والدعوة إلى تهجير كامل أهلها؟ هل يعقل بأن الحل الأمني لمعضلة لمشكلة أمنية يكمن في تهجير الأهالي من مناطقهم؟ عبد الرزاق من بابل، انقطع اتصال مع عبد الرزاق من بابل. طبعا عضو لجنة الأمن والدفاع سعد الحلفي حذر مما أسماه كارثة وشيكة، ودعا لتنفيذ عملية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وكذلك قال بأن الجغرافيا الصعبة التي يمتاز بها القضاء تستدعي إجراءات عسكرية خاصة، مشيرا إلى أن تصاعد حدة الهجمات في قضاء الطارمية ينذر بكارثة أمنية وشيكة حسب قوله. ونستمر معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. عبد الرزاق من بابل يعاود اتصال بنا. سألتك قبل الانقطاع أخي عبد الرزاق، هل بما أنه الطارمية أو غير منطقة مسيطر عليها أمنيا منذ سنوات وتحصل بها خروقات، هل الحل كما يقول البعض ويدعو إليه من بعض النواب من بعض الزعامات الميليشياوية بتهجير أهالي هذه المنطقة؟ هل هذا حل أمني لاقتلاع الإرهاب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك دكتور؟ يا أهلا بك دكتور. أعتقد ما يخفى علينا وعلى المشاهدين والأخص العراقيين والعرب العداء الإيراني للعرب. نعم. ونعرف كل الزيان بأنه إيران تتحين الفرص ودعمت الصيد بالماء العكر، ودعمت تشتغل على المناطق الرخوة، وأكو فد عامل السياسة يسموه الأحمق المفيد. هذا الأحمق المفيد هو اللي دمر العراقيين. راح أقول شلون. سواء احنا نقول القادة مال الميليشيات أو الناس المتطوعة دافع بدافع الدفاع عن البلد وعن الوطن. نعم. دولة معقلين، دولة ناس يعني أقدر أقول لك ما يعرفون الوضعية أو اللي جاي يشتغلون عليه، حتى القادة مالتهم مغفلين. هذا الأحمق المفيد يشتغل لجهة خارجية وكل بناء وكل تصوره بأنه يشتغل صح، لكنه إذا بقى على هاي الحالة راح يدمر العراق بحجة العقيدة وبحجة الولاء والمذهب. هو هذا اللي جاي تشتغل عليه هذه الدولة الفارسية اللي دمرت العراق من سنين، يعني دمرت العراق وتشتغل على الأحمق المفيد. فذولا يا دكتور ذولا يؤدون دور الأحمق المفيد، هو سواء يدري أو ما يدري بحجة المذهب بحجة العقيدة هو ينفذ مخططات لتدمير البلد. نعم. هذا هو المخطط مالته، لكنه احنا نريد نحل المشكلة. المشكلة ما تنحل إذا بقت الميليشيات الفصائل. المفروض اللي انطت
فتوى بالتكوين الميليشيات ينطي فتوى بالغاه. احنا نريد جيش وطني، احنا ملينا وسأمنا من 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 سني وشيعي. هذه والله العلي العظيم هاي الالفاظ صارت مقززه لكل العراقيين. دكتور لا، بالمناطق الجنوبيه اليوم يعني يستهوها ويحبوها، ولا بالمناطق الغربيه. احنا التجاشي والمتصل هاي هاي اللهجه اصبحت يعني سمشه. هاي 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 مو كلمه لاقب العراقيين. ما نعرف احنا المذاهب وما اعرف ايش. فدخلوا دوله مثل ما قلت لك، يعني هذه الدوله الخبيثه اللي تشتغل على قلت لك الاماكن الرخوه. فالمفروض يعني اليوم كل العراقيين يطالبون بالغاء الميليشيات والفصائل وتكوين الجيش العراقي. احنا نريد الجيش العراقي اللي هو سور للوطن ان يعيد، يعني يريد يعيد مجلس اللي احنا راسمين ببالنا ونعرف جيشنا. يعني مو قاصر جيشنا، قوه عالميه الجيش العراقي، لكنه هذه الميليشيات وقادتها هم اللي يشتغلون على تدمير العراق وتدمير الجيش العراقي. فالحل يا دكتور هو بالغاء الحشد والغاء الميليشيات. وانت تعرف كل الزين اشتغلوا على الطائفيه، يعني بغداد اشتغلوا، يعني يردون يعيدون هذا السيناريو الخبيث اللي هو الطائفيه. لكن الطائفيه اليوم يا دكتور كل العراقيين وعوا وصحوا وعرفوا الدرس وتعلموا من الدرس بانه هذه الطائفيه المرض الطائفيه هو هذا هو الانتقام من العراقيين. نعم. فبالنسبه للدوله، الدوله ضعيفه يا دكتور، الدوله ما لها اي دور، ما لها اي وجود، مجرد تؤدي دور تكمل به المهمه اللي مناط بها. لكنه يعني هو احنا مشكلة أمنا يعني موضوع. نعم. موضوع تعريف الدوله في العراق صراحه موضوع يعني صعب. بال 2003 الوطن يعني الشعب من يسيطر ومن اسس النظام السياسي؟ يعني الاغلبيه هم ناس اهل ميليشيات، عندهم ميليشيات. نعم هي. نعم. وهي هو حتى بالدستور العراقي ما يجوز يعني يكون نائب بالبرلمان وعده فصيل مسلح. نعم. وشفت يعني اذا هو الدستور، هو الدستور مختلف، والدستور يراد لإعادة صياغة جديدة حتى على مود العراقيين. نعم. يعيدون يعني وضعهم الطبيعي، وإلا إذا بقت الميليشيا في الفصائل لا صدقني يعني العراق ما راح يستقر ولا راح يعرف السلام. نسأل الله أن يحفظ العراق. أتمنى من الله أن يكون كلامي هذا آمين يعني مخطئ. شكرا عبد الرزاق من بابل كان معنا. رسالة من الناشط المدني حسين الكعبي من محافظة ميسان، قال السلام عليكم، يقول شكرا إلى جنابكم وإلى قناة الرافدين على إتاحة فرصة للعراقيين للتعبير عن معاناتهم. أخي العزيز يقول الوضع الأمني حاليا بالعراق ليس للعراقيين وليس للحكومة، الوضع الأمني تتحكم فيه الميليشيات. يقول من أجل تغيير ديموغرافي في العراق وتصفيات من أجل مكاسب سياسية وانتخابية، نحن كعراقيين نرفض جميع أعمال التهجير والقتل، نحن أخوة متعايشين منذ مئات السنين، لا مشاكل بين كل أطياف الشعب، لكن من صنع الأعمال الإرهابية هم من الأطراف السياسية وميليشياتهم التي تنفذ مشاريع خارجية. لن ينصلح الوضع الأمني في العراق ما زال الميليشيات تمسك زمام الأمور، ولن ينصلح الوضع بالعراق، سوف يستمر الفساد والسرقة والاغتيالات والتهجير والمفخخات. لذلك نحن نطالب المجتمع الدولي والدول العظمى بالتدخل من أجل حماية العراق من بطش الميليشيات. يقول أما رسالة من أبو يوسف من الدنمارك يقول فيها تحية لك أستاذ عمر، يقول إذا قام وزير الدفاع بتهجير قرية العيثة يقول فلما لا يقوم الحشد بالإيراني كما أسماه بالعراق بتهجير أهل مناطق حزام بغداد من أجل عيون إيران وعيون أو عيون ذيول إيران عليها منذ فترة طويلة. رسالة من كيان من بغداد يقول مساء الخير، تحية طيبة. يقول إلى أين ذاهب العراق؟ يقول إلى المجهول بسبب الحكومات الفاشلة. خلونا نتحدث في العشر دقائق الأخيرة من البرنامج حول السلاح، تجارة السلاح في العراق
وبحسب تقرير عدته صحيفة العربية الجديد بأنه يتم برعاية أمنية وميليشياوية. جاء في التقرير بأنه على الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات الأمنية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد أبرزها البصرة وبابل وميسان وكركوك، واعتقال الكثير من المتورطين في الفترة الأخيرة بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط لا يزال سهلا لمن يملك الثمن. ينتشر تجار السلاح في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون بأن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاء أمني من قبل بعض الجهات النافذة كالميليشيات أو الشرطة المحلية في تلك المناطق. طبعا سوق مرادي أكبر الأسواق الشعبية في بغداد لبيع المواد المستخدمة، يقع في ضاحية أو في منطقة الصدر الشرقية العاصمة بغداد، من أكثر الأسواق العراقية التي توفر الأسلحة للمواطنين العاديين، وتتوفر فيه جميع أصناف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع أعتدة متنوعة، ومما يثير المخاوف لدى نشطاء وعراقيين بأن التجار في هذا السوق وبقية الأسواق في المحافظات كالبصرة وبابل وكركوك يستوردون أسلحة جديدة، وهذا ما يعني بأن الأمر هناك تواطؤ في عملية إدخال الأسلحة من خارج الحدود إلى داخل المدن، أو هناك عملية تسريب للسلاح من مخازن وزارتي الدفاع والداخلية كما يقولون. طبعا باعت الأسلحة ينقسمون إلى صنفين بالعراق، تجار قاعدين بالمناطق الشعبية وعندهم حمايات خاصة وعندهم علاقات قوية مع غالبية قادة التيارات الدينية والميليشياوية وبعض الكيانات السياسية. الصنف الآخر القتشاقة مثل ما نسميهم بالعراق، وتعني الباعة الجوالين الذين يملكون أعدادا بسيطة من الأسلحة أو يقومون بعملية استبدال أسلحة بأسلحة أخرى مع فارق مالي بسيط. طبعا عادة يعمل القتشاقة لصالح تجارتهم ولهم مكانة في سوق بيع الأسلحة، وعملية بيع وشراء الأسلحة تجري أمام مرأة ومسمع قوات الأمن القريبة من هذه الأسواق، إلا أنها لا تتدخل منعا لوقوع صدامات قد يسقط فيها قتلى أو جرحى أو يتم تهديد عناصر الأمن أو مقاضاتهم عشائريا. طبعا مصادر أمنية في وزارة الداخلية أكدت لصحيفة العربي الجديد بأن سوق مرادي وأسواق أخرى في الشعب وحي أو وبغداد الجديدة على مستوى العاصمة توفر أنواعا كثيرة من الأسلحة الخفيفة، وتساهم برفض الباعة العاديين في عموم محافظات العراق عبر مهربين يعملون في هذا المجال منذ عام 2003، وبأن معظم تجار الأسلحة في بغداد لديهم علاقات مع قيادات أمنية مهمة وسياسيين ورجال دين وشيوخ عشائر. أوضحت بأن معظم الأسلحة هي من ترسانة الجيش السابق وتجهيزات الجيش الحالي ومخلفات الحرب على تنظيم داعش أو ما يعرف بالغنائم حاليا، لكن هناك أسلحة حديثة كما جاء في التقرير، قسم يأتي من إقليم كردستان إلى بغداد وآخر يسرب من المخازن التابعة للدولة ضمن آفة الفساد التي تتيح للمسؤولين استبدال السلاح الحديث بالسلاح القديم. طبعا هذه كارثة مستمرة منذ العام 2003 ومصورة ومشاهدة على مرأى ومسمع الناس، ويرجع التساؤل وين الحكومة وين القوات الأمنية من موضوع تجارة السلاح إن كان في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية، وهذا رافد من روافد انتشار السلاح والفوضى، وين موضوع حصر السلاح بيد الدولة كل ما يجي رئيس وزراء بالعراق من عام 2003 ولغاية الآن يقول لك حصر السلاح بيد الدولة، وهذا السلاح ده ينباع بالعاصمة بغداد وبالمحافظات العراقية، يعني أمر غير معقول. معنا اتصال محمود من الموصل. محمود، بيع السلاح. وعليكم السلام ورحمة الله. في قلب العاصمة بغداد ما زال مستمر، وين الحكومة وين القوات الأمنية عن هذا الموضوع؟ ماكو حكومة على هذا الموضوع. الموضوع روح شوف في جمريدي، يعني أنواع الأسلحة الموجودة دي. نعم والله، يعني أنا مو من الموصل، أنا من بغداد بس
الظاهر اخذ العنوان غلط يعني. ها نعم اخي محمود. اي شكوا مناطق حزام بغداد الاطراف المناطق السنيه مداهمات وما خلوا اسلحه ما خلوا اي شيء. وشوف المناطق الشيعيه من تصير اقصى شيء يعني تصير بيناتهم اذا مشاجره ولا غيره شوف الاسلحه اللي تطلع. اي والله يا عطام. من المسؤول؟ مسؤول الدولة. دولة ما دولة 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 بس علي وعليه. نعم. الو استاذ. نعم اسمعك اخي محمود. الله يسلمك والله. زين يعني تدري انت كل ما يجي رئيس وزراء دائما يقول لك حصر السلاح بيد الدولة، زين اذا السلاح ينباع بالاسواق. بالاسواق اي. انا والله اعرف جنود يعوزون عتاد يعوزون اسلحه يروحون سوق مردي يشترونه. زين. نعم. أني أشكرك أخي محمود من بغداد كان معنا. طبعا بالتقرير تحدث ناشط من مدينة الصدر في بغداد وهو باقر أحمد وقال بأن بيع الأسلحة مستمر في المدينة ولم يتراجع على الرغم من كل الحملات الأمنية الهادفة للإطاحة بالتجار بسبب التخادم كما قال بين بعض قادة الأمن وتجار السلاح الذين هم عبارة عن شبكات ضخمة لها علاقات واسعة مع الفصائل المسلحة بالحشد وقيادات الأمن في الوقت ذاته. إذن الملف الأمني وفوضى السلاح وتجارة السلاح في العراق للأسف ما زالت مستمرة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.